هعمل النهارده روتين. النهارده هيبقى فطار معايا انا وشقاوه، طبعا قاعده كده هي هضطر اديها برضو من الاكل اللي انا باكله. هشوف هتعمل معانا ايه. هاني بقى بس خدي تاكل طبعا يا جماعة لانش زي ما انتوا شايفين كده اهي. تعطيني قاعدة معايا كده شهاوي. طبعا يا جماعة النهاردة روتين. النهاردة هيبقى فطار معايا انا وشهاوي، طبعا قاعدة كده هي هضطر اديها برضو من الاكل اللي انا باكله. هشوف هتعمل معانا ايه. هاني بقى بس خدي تاكل طبعا يا جماعة لانش زي ما انتوا شايفين كده اهي. يلا كل اتفضلوا معانا يا جماعة، اتفضلوا معانا. كل يلا كل ماشي اهو. يلا كل كل يلا كل يا تحبي اللانشا. تاكلي ايه تاني؟ عايز تاكلي ايه؟ جبنة رومي؟ تاكلي جبنة رومي؟ تاكلي جبنة رومي؟
طبعا يا جماعه احساس جميل جدا لما تقعد تفطر او تاكل مع كلبك اللي انت بتحبه او كلبك اللي انت تحس ان هو حنين عليه. طبعا دي مش حاجه وحشه يا جماعه، مش عايزه حد يقول مثلا لما نقول هذا الكلب ما عارفش ايه، لا ده حاجه جميله جدا ان انت تاخد كلبك في الشقه في الدفا، وكل يوم هناخد كلب من اللي فوق هنزله اقعده معاك عشان احسسه بالامان، حسسه ان انا صاحبه مش حد تاني صاحبه، ان انا اللي باكله واشربه واحميه. لازم تعمل كده مع كلبك عشان يحس بيك لو انت زعلان، لو انت في حاجه تلاقي كلبك جنبك على طول، لو انت ماشي في الشارع في اي لا قدر الله اي مشكله تلاقي كلبك يدافع عنك، لان طبعا مش هيلاقي حن من مش هتلاقي حن من الكلب عليك طبعا، ان الكلب وفي جدا. ولو الواحد فعلا بيبقى زعلان تلاقي الكلب قاعد جنبه، قاعد تحس ان هو بيطبطب عليك، تحس ان هو خايف عليك. طبعا زي ما احنا متعودين ان لازم الكلب بتاعك تحسوه بالامان، زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، بص الكلب عامل ازاي، كلب قاعد في امان ولا بيعمل مشاكل ولا بيعمل اي حاجه، وحاسس بالامان ان انا قاعده معاه وحاطه الاكل وبشربه. طبعا ده بتبقى حاجه جميله جدا. وطبعا احنا مع بعض يا جماعه اهوت، لسه هسرح له وهظبطه، وخليكم يا جماعه معانا هنكملوا بقيه الحلقه. شقاوة ونسرعها. طبعا يا جماعه احنا كده هنسرحوا لها شباوه ونظبطوها بس. طبعا لما نيجي نسرح للكلب هنسرح له بنفس الطريقه كده عادي. بس هنسرح لك من ورا، هنسرح لك من ورا، تعالي من هنا من هنا من هنا كده. تعالي بقى بس، عيب عيب. قررت ايه؟ بس ايه رايكم بقى يا جماعه في شقاوه وفي نظافه شقاوه وفي حلاوه شقاوه؟ ايه رايكم يا جماعه كده؟ ايه رايكم؟ كلبه استحمت وقعدت لما نشفت وقعدت كلت معايا بس بس وحمتها حمايه جميله جدا في البانيو، وسرحت لها تسريحه برده زي ما شايفين الكلب. بس بقى زي ما انتم شايفين كده الكلب عامله ازاي، نظيفه ازاي. وشفت لما انا عملت معاها الحكايه دي بقت الكلبه حبتني اكتر واكتر،
ان انا استحق حميتها فاقت. طبعا الحمى بيفوق الكلب. استنى، طبعا انا حميتها الكلبه فاقت معايا. طبعا الكلبه فاقت معايا، انا حبيت نعمل لها سلسله شويه. خدت حميه حلوه وسرح ثلاثة اسرع حلوه. طبعا هي كده فاقت وبقت مية مية. ويا ريت كل واحد عنده كلب يهتم بيه، ينضفه، يسرح له، يحميه، ياخده معاه في حته. طبعا الصيف طالع طبعا، ودلوقتي احنا في التوقيت الشتوي. الصيف طبعا خلاص قدامه كام شهر، وبيبقى اليوم طويل واليوم شمس واليوم هوا. طبعا هتاخد كلبك معاك وتفسحه شويه وتمشيه شويه. الكلب هيحبك اكتر واكتر وتعلق بيه اكتر واكتر. زي ما احنا متعودين كده يا جماعه، ان انا قلت كذا مره الكلب بتاعك يبقى نضيف. رحته حلوه، ما يبقاش رحته وحشه. لو قعد معاك على فرش، قعد معاك في مكان، طبعا دي بتبقى احلى حاجه، ان كلبك يسمع الكلام. طبعا الكلبه دي تسمع الكلام جدا. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، قعدت جنب اهي، كلبه جميله جدا. يا رب يا جماعه الحلقات اللي انا بنعملها تعجبكم يا رب، وتغيير عن كل يوم حلقه. طبعا دي تغيير ان انا نمسك الكلب اللي بنقعده معايا في الشقه، وبعد يفطر معايا، وقعد حميته في البانيو بتاعنا. وطبعا تبقى حلقه جميله جدا لما انا اغير مكان الكلب بتاعي، ما دام منتني حاطه في مكان ولا بينزل ولا بيطلع. لا طبعا لازم يكون في تغيير للكلب بتاعك، عشان حتى الكلب يحس ان هو واخد حريته في المكان اللي هو فيه. ما يبقاش قاعد حزين مش راضي ياكل الاكل بتاعه. ولا طبعا هيلاقي في تغيير، لا هيحب المكان، هيبقى فيه ثقه لصاحبه جامد جامد جامد، مش هيسيبه. طبعا اي حاجه احنا بنعملها مع الكلاب من بنعرضوها على اليوتيوب وعلى التيك توك، وما بنبخلش عليكم في حاجه. يا رب الحلقه دي تعجبكم يا جماعه. يا رب كل الشغل اللي احنا بننزلوه القناه بتاعتنا كلنا، يا رب تعجب الناس كلها يا رب. انتوا تستاهلوا اي حاجه يا جماعه، ان احنا ما بنبخلش عليكم بحاجه. طبعا تحياتي لكل الناس اللي مشتركه معانا، تحياتي للناس الجميله، الناس المحترمه. طبعا هي بقت كده تطلع مكانها فوق، انا كده نظفت لها وخليتها نظيفه، هتطلع بقى مع الكلاب بتاعتنا فوق. تطلع كده تطلع يا جماعه. يا رب الحلقه تعجبكم يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعى تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. وباي باي يا جماعه، كل عام وانتم بخير، وكل سنه وانتم طيبين. ويا رب يا رب اللي شاف اي حاجه في 2021 ما يشوفهاش في 2022، يكون احسن واحسن واحسن. ويا رب السنه دي تبقى سنه سعيده على الامه العربيه بحالها. يا رب ان اي حد شاف حزن في 2021 ما يشوفوش في 22. وكل عام وانتم بخير، وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ويا رب الايام الجميله كلها تبقى عندكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.